ديما تحكي لي عندك جماعة يجيوك في الليل يحكيوا لك حكايات. رد بالك منهم يجيوني يجيوني توا توا وليت نقيل شوية كي نروحوا من نروح من الإذاعة نحب نعمل كنفي الساعة يا ولدي شيخوا عليا على خاطر بدلنا الوقت يشيخوا عليا والله هاو جبدوا لي الملحف فما يقول لي تستخايل يا ولدي كريمه يا ولدي ما فما صاحبات تستخايل يا حاج منين جاوك لا ما نحبش نقول لك شوف وهنا توا نجم نبكي هما قرسوك لا لاني انا صارت لي حاجات ليدي تابل بيهم انا وقت اللي مشيت للعمره ومشيت طليت على الرسول الرسول سمعته وقت زلبت عليه هلا سمعتوا انتي ما تسمعوش وغيرك ما يسمعوش هلا سمعتوا وقلت له السلام عليكم يا رسول الله جالي الجواب عند رسول الله برا قولوا اللي تعب برا مشيوا قولوا اللي تعب سمعت وكانه صوت خارج من البيت ما نعرفش كان مشيت الحجز ولا تعرف البقعه ولا ان شاء الله مازال يقول لي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته النجم يكون استخايل النجم يكون علاش يسلم لا ورايا حتى حد ما يخليه يقرب تكون غادي يقرب تيانا على خاطر ربي عاطيني سبحانه وتعالى تقرب للباب من اللي انت غادي هذا يا حاج 2006